وحد الله كده واتكلمي بأدب. يا حاج دي ما تتكلم عدل يا عم. أنا اللي أتكلم عدل؟ وحد الله كده شوية. يا عم ما تتكلم عدل يا عم، توحد الله على السم. مالك يا عم أنت شارب حاجة على السم؟ إيه يا عم الحريم بقت قلت الأدب كده ليه؟ في إيه مالك يا أستاذ الكل؟ ما تتكلم عدل يا عم. تمنينة بطل. يا عم هنشاهد الراجل المحترم ده عليه، إزيك يا باشا؟ الأبلة دي بكلمها وعايز أطلع السوق أجيب طماطم. أه يا عم في يا ست الكل مالك؟ لا لا الا الله محمد رسول الله. انت منين يابا؟ بس كلمني كده انا ما بكلمك. وحد الله في ايه يا جدعان؟ لا 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 البنات مش عيبه ما تمسك في واحده كده؟ لا يا عم تتكلم عيبه ما تمسك في واحده وتتخانق معاها في نص الطريق؟ تعال يا عم انت بوقف الابلة كل ما تمد ايدك على واحد. يا عم رايح انت كمان. انت منين يا بطل؟ انا من اي حته يا صاحبي. ازاي من اي حته؟ من امبابة. عيبه ما تمد ايدك على واحده يعني. من امبابة يعني ايه؟ من امبابة تخوفني ولا ايه؟ في يا ست الكل مالك؟ لو ما تتكلم يا عم انا قلت لها بتدخل لك اصلا بتحشر لي. كان تعال بص كده. ايه يا ابله مالك يا عم انت على السوح كده وتكلم؟ وقف بس يا عيدل زي ما بكلمك فيها يا حاج بالك ابوظ لك وشك. كلم عيدل يابا واسيبها على السوح. هو تبعك الراجل المحترم ده؟ تبعك تبعك يا اخويا. الست الكل دي تبعك؟ تمنين يا بطل. يا عم طب ما تمنين يا بطل كلمني بس عيدل. مش قلت لك يا اسطى من امبابه؟ انت من امبابه؟ خلاص يلا اتكلي على الله بقى. اتكلي على الله مش عايز منك حاجه. انت اصلا شكلك كده مش تمام. اتكلي على الله. ممكن اشيلك على بعدك كده واخطفك عشان تبقى فاهم. بص يا اسطى الكل خلاص مش عايز منك حاجه. اديك له على الله. يلا امشي بقى امشي. واحد الله في قلبك عشان خاطر بص هبوظ لك وشك اللي انت بتتكلم بيه. يا عم انت مالك عامل كده ليه؟ ده انت تنحس صحيح. ده انت ولاقي بص على الطريقه. طب بص اقول لك اقول لك على حاجه يا مصطفى. ثانيه واحده يا صاحبي. ثانيه واحده اقول لك على حاجه. ورق بقى ثانيه واحده عامل معاك الغلط. ثانيه واحده فاهم حاجة؟ ثانية واحدة بس يا ست الكل مالك بس برضو. مالك بس متعصبة عليا ليه؟ أقول لك على حاجة بس يا عم. تقول لي على حاجة إيه؟ وحد الله. هتوحد الله أنت وحد الله كده؟ أتكلم عادي برضو. إحنا بنصور كاميرا خفية. أنا بنصور معاك يا مقلب. تمام أهو حبيبي يا معلم. ما تزعلش بقى من اللي حصل. لا ولا ايه. موافق بس اللي حصل ده يتذاع؟ كل سنه. ده يتذاع على قناه النار في رمضان. حقيقي يا باشا. ماشي يا ست الكل يلا اتكلي على الله. خد بالك.